السلام عليكم خوتي المغاربه خوتي المغربيات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. قبل ما نبداو هذا الفيديو الخوت، كنطلبوا من الاحرار الاشتراك في القناه، ديروا البارطاج ولايكيو الفيديوهات الخوت، لان راهم كنتوصلوا بالعديد بواحد الكم هائل من السينيالات. راه كيسينياليو جميع الفيديوهات هاد المجرمين، هاد الخبثاء، هاد النظام الديكتاتوري الاجرامي، كيسينيالي جميع الفيديوهات وجميع القنوات ديال الناس الاحرار اللي كتعارض هذا النظام الديكتاتوري واللي كتعري الحقيقه ديالهم. لذلك الخوت كنطلبوا من الاحرار الاشتراك في القناه وبارطاجيو الفيديوهات وديروا اللايكات. اذا هنا غادي ندخلوا لصلب الموضوع. اليوم الخوت، وهذا الشيء ما كيخفاش على الجميع، المملكه البنانيه غادا بلا ملك. ما كاين لا ملك، لا قائد البلاد، لا رئيس الدوله، لا حتى شي واحد. اليوم الشعب المغربي، المغاربة يتساءلون أين هذا الملك. اليوم الشعب المغربي ما عارف شكون اللي حاكم هذا المغرب. اليوم جميع دول العالم كتشوف المملكة البنانية بدون ملك، بدون قائد، بدون رئيس الدولة. اليوم كبريات الصحف العالمية الإسبانية الفرنسية الإسرائيلية كلهم كيكتبوا كيوضحوا على اساس ان هذا الملك المفترس راه مشى بغى يموت على خاطره في فرنسا. مشى بغى يموت على خاطره في فرنسا، سمح في الحكم، سمح في المغرب، سمح في العياشه، سمح في المغاربه، سمح في كل شيء، ومشى بغى يموت ترونكيل مع راساتو في القصر ديالو في باريس. وهاد القضيه ديال في القصر ديالو في باريس غادي نجيو لها في الفقره الثانيه ديال الفيديو الخوت. اذا هنا هاد الصحف كامله هضروا، ولا بيان ديال التكذيب. حتى شي واحد، القصر الملكي، الملكيه المجرمه، النظام الديكتاتوري ما خرجش كيف ما ولفنا كيمشي يدعي الجرائد وكيمشي يدعي الصحفيين في فرنسا. وهنا ما دعا حتى شي واحد، هنا ما دعاش هاد الجرائد، ما دعاهمش بالديفاماسيون، يعني ما دعاهمش بالتشهير، ما داروا حتى شي بيان ديال التكذيب، حتى شي حاجه. اذا فعلا هاد الملك المفترس اسمح في كل شيء، خلى العرش ديالو خاوي وزاد مشى بغى يموت على راحته في فرنسا. اذا اليوم العرش المغربي خاوي خاوي خاوي، ما كاين حتى شي واحد في العرش المغربي. العرش الملكي المغربي ما فيه حتى شي واحد، كرسي ديال العرش خاوي خاوي. محمد السادس سمح في كل شيء. وهنا غادي نمشيو ناخذوا المثال ديال ولاد العياشي. وهنا باش تشوفوا هذا النظام الخبيث، حتى الاسماء اللي كيعطي للدواوير ولهذا الشيء، هذا دوار ولاد العياشي، دوار ولاد العياشيه، هذا الشيء اللي كاين. اي حاجه فيها الاستعباد، فيها العبوديه لهذا الملك، لهذه الملكيه المجرمه. اذا هنا كيبان السطو على الممتلكات ديال الناس في واضحه النهار، في واضحه النهار. اجيو لهنا دوك العياشه، ماشي ولاد العياشي، العياشه الاخرين اللي كيدافعوا على الملك باي طريقه، ماشي المغاربه الاحرار. والعياشه ملي كنعاودوا نقولوا العياشه، العياشه اللي يدافعون على هذا النظام الديكتاتوري المجرم باي طريقه، باغيين يبيضوا الوجه ديال النظام والوجه ديال الملك باي طريقه. فهذا عياشي، عياشي خبيث، لانه كيشارك في الجريمه، كيشارك في الجريمه اللي دايرها النظام الديكتاتوري على الشعب المغربي. اذا هنا العياشي، وفين هي بلد الامن والامان؟ انا كنشوفكم في جميع الكومونتيرات عندي، كتدخلوا لعندي يوميا الكومونتيرات، والمغرب بلد الامن والامان، بلد كذا، الاستقرار. واجي لهنا وليدي، اجي لهنا وليدي العياشي، تشوف بعينيك وكيفاش بلد الامن والامان، وبنادم كيهرسوا عليه الدار ديالو، كيريبوها ليه فوق حوايجو. وهذه بلاد الامن والامان، وهذا الشيء راه الدول اللي فيها الحروب وما فيهاش هذا الشيء. وراكم شفتوا ديك المره الرتبه ديال المغرب في التنميه البشريه 123، اكثر من ليبيا واكثر من العراق واكثر من فلسطين، اكثر من البلدان اللي فيها الحروب ديال المجرمين. وهذه بلاد اللي كتضلوا طبلوا تغيطوا انها بلاد الامن والامان، وفينا هو هنا الامن والامان؟ ومن بنادم انسان
كتهرس له الدار فوق راسه فوق الحوايج ديالو. من المرأة المغربية كتخرج كتغوت كيهرسوا ليها الدار ديالها. مرأة مغربية ما صانوش الشرف ديال المرأة المغربية ملي كتهرس على المرأة البيت ديالها فين ساكنة فين مستورة وكتخرجها للزنقة. واش هادي هي دولة الأمن والأمان؟ عن أي أمن وأمان كتكلموا يا العبيد يا العبيد؟ وهاد كلمة العبيد لأن العياشي اللي يسبح لملكه ليطبل لملكه سواء كان ظالم أو مجرم أو جلاد أو شفار وكتجي تطبل له فأنت كتولي العبد ديالو. إذن هنا كنهضر مع العياشة العبيد. هنا علاش ما خرجتوش تنددوا؟ وكيفاش وهذه دولة الأمن والأمان وكيفاش كتهرسوا على الناس ديورهم؟ إوا كيفاش دولة الأمن والأمان والعيالات خارجين للزنقة؟ الناس هرستوا عليهم الديور ديالهم استوليتوا على الأراضي ديالهم وخرجتهم من الزنقة. واش هذه هي دولة أمير المؤمنين والأمن والأمان؟ واش كاين شي أمير المؤمنين كيسمح في كرسي العرش كيخليه خاوي وكيمشي يهرب يتسنى الموت على راحته في فرنسا؟ هادشي راه بزاف وهادشي راه بزاف. ولا رجعتوا للفيديو اللي درتها اكثر من 4 شهور هادي هاد الفيديو هادي قلت لكم اودي راه الملك كثر عاوتاني من داكشي ديال المبيقات مع كيخلط داكشي مع الشراب مع الدواء اللي كيشرب الملك يوميا ويدخل في واحد الغيبوبه. وجا واحد الفريق طبي من فرنسا وداروا له الدياغنوستيك قالوا ليه اودي يا محمد السادس الملك المفترس راه الا بقيتي غادي في هادشي ديال تاكل بدون انتظام وتشرب وتبوع وتخلط هادشي مع الدواء اودي راه ما غاديش تفوت العام راك ما غاديش تفوت العام. وهادشي تنقولوه كتبقى الاعمار بيد الله ولكن عطاوه واحد التقدير يعني راه الا بقيتي غادي في هاد الحاله راه عندك عام تقدر تمشي فيها تقدر تودع. وقالوا له اودي الا حبستي عليك هاد الهمجيه في الاكل وهادشي ديال الشراب وهادشي ديال المبيقات وبديتي كتاخذ الدواء بانتظام ودرتي واحد الريجيم وشويه ديال الرياضه راه عندك مع هاد المرض ديالك وهادشي راه عندك 3 سنين غادي تدفع بهادشي هذا 3 سنين. وكذلك كنعاودو نقولوها بين قوسين كتبقى الاعمار بيد الله. وحنا هنا اليوم كنشوفوا هادشي كنشوفوا هادشي كيتحقق هادشي اللي كانوا قالوا ليه ها هو كنشوفوه. مؤخرا الملك كان دخل كوما وجبنا لكم داك الخبر وفعلا الملك كان كوما. واليوم كل شيء العالم كامل كيشوف ان الملك محمد السادس ما قادرش يحكم ما قادرش يجلس على داك كرسي العرش خلى العرش وها هو مشى كيتسنى الموت في فرنسا. وهنا اللي قلت لكم في الاول غندخلوا لها الشق الثاني ديال الملك كيتسنى الموت في فرنسا الملك المفترس طريحه الفراش لذلك ما يقدر لا ينوض ما يقدر لا يحكم ما يقدر يتحرك ما يقدر يمشي يحضر الجنازه ديال الملكه اليزابيث. راكم شفتوا كل شيء راكم شفتوا كل شيء حتى في القائمه ديال المدعوين ما كانش الاسم ديال الملك محمد السادس كان الاسم ديال الابن ديالو ديال ولي العهد زعما. اذا الناس في انجلترا عارفين ان الملك ما يقدرش يجي عارفين ان الوضعيه ديال الملك مهلوك كيتسنى الموت لذلك عرضوا على الابن ديالو. وهنا داكشي عاوتاني كيبان فيه الصراعات راه ولدو ما مشاش وشفتو شكون اللي مشى في بلاصتو خو الملك المفترس. حاجه اخرى هاد الملك المفترس ما يقدرش يجي امام القضاء الفرنسي بحجه انه مريض طريح الفراش. وهاد القضيه حنا كنشوفوها مع المحامين باش نشوفوا الا كاينه شي طريقه اخرى. اذا داكشي اللي كان قال له داك الفريق الطبي هادي اكثر من 4 شهور ها هو كنشوفوه العواقب ديالو كتبان. وها هو الملك ناس كيتسنى الموت في فرنسا. وهذا دابا هذا ملك باش نافع هذا الملك هذا اش نافع المغاربه؟ كرسي العرش الملكي خاوي القصر مترع ما كاين حتى شي واحد ما كاينش القائد ما كاينش الحاكم ما كاينش رئيس الدوله ما كاينش ملك المغرب ما كاينش. فين هو ملك المغرب؟ راه ناعس في فرنسا كيتسنى الموت. اذا اليوم كرسي العرش الملكي خاوي البلاصه مترعه. اذا اليوم شكون اللي كيحكم المغرب؟
هذا السؤال ديال الشعب المغربي. الشعب المغربي كيتساءل اليوم، باغي يعرف شكون اللي كيحكم المغرب اليوم. وهنا الناس راه بدات كتعيق، ولاد العياشي راه بداو كيفيقوا ولاو كيعيقوا وشافوا وفهموا كل شيء. ورا الناس قالوها، منين قال لك هذا الملك بغى يدي لنا الارض ديالنا؟ ايوا حنا نخليو ليه البلاد ونمشيو بحالتنا. وقال لك باغي نهبطوا لموريتانيا، وكيقولوا غانا نهبطوا للصحراء المغربيه. راه هما دابا تيقولوا الصحراء المغربيه ما حدهم في المغرب، وحدهم يوصلوا للصحراء الغربيه غيبداو يقولوا الصحراء الغربيه. اذا شفتوا هذا المجرم، هذا الملك المفترس كيفاش كيستولي على الاراضي ديال الناس، وما يجيش شي واحد يدوخكم يبدا يقول لكم لا راهم كيديروها باسم الملك. ولا كيديروها باسم الملك، علاش الملك ما هضرش؟ علاش الملك ما يهضرش؟ شنو العرش ما فيه حتى شي واحد، كرسي العرش خاوي، الملك ناعس كيتسنى الموت في فرنسا، علاش ما عينش شي واحد اخر اللي يشد الحكم؟ ورينا. وما يمكنش السفينه تبقى غا دايره هكا، ما يمكنش ما يمكنش. اذا هنا كنعاودوا نقولوها، راه ملي كنقولوا يجب اسقاط النظام وخاص هذه الملكيه تحيد، لان هذا الملك راه ما خدم والو. هذه الملكيه باسمها كتنهب الخيرات ديال الناس، باسمها كتنهب الاراضي ديال الناس، باسمها كيتسرق الشعب المغربي، باسمها كيتفقر الشعب المغربي، كيتجهل، كيتهجر، كيتعذب، كيتغتصب، كيتعتقل ظلما وعدوانا، اي حاجه كيديروها هاد المجرمين. لذلك كنعاودوا نقولوها، يجب اسقاط النظام الملكي الديكتاتوري، يجب محاكمه الملك المفترس محمد السادس، وكذلك الشفار والجلاد الخبيث منير الماجدي الكاتب الخاص ديال الديكتاتور، وكذلك الجلاد والخبيث مخرج الافلام الاباحيه عبد اللطيف الحموشي على جميع الاجرام ديالو اللي ارتكب في حق الشعب المغربي، وكذلك وخصوصا على جميع الافلام المفبركه ديال البورنو اللي صوروا فبرك لاولاد الشعب المغربي، وكذلك الخبيث ياسين المنصوري وجميع الخبثاء والمجرمين. وكما وعدناكم دائما الخوت، اين هي الاميره سلمى المختفيه منذ 2017 والمعنفه من طرف طليقها الدكتاتور محمد السادس؟ اين هي الاميره سلمى المختفيه منذ 2017 والمعنفه من طرف طليقها الدكتاتور محمد السادس؟ خوتي المغاربه خواتاتي المغربيات، نتمنى لكم يوم مبارك. موعدنا الحلقه المقبله، السلام عليكم، مع السلامه.